فعلات تعجب لا يصاغان إلا من فعل. أي لا يصاغان مما لا فعل له. إي نعم، فعلات تعجب لا يصاغان إلا من فعل، فلا يبنيان مما لا فعل له كالصخر والحمار. أي لا يحق لنا أن نقول ما أصخره وما أحمره. وكيف يقولون فلان ما أرجله؟ هذا من شذوذ القول، ما أرجله فقد بنوه من الرجولة أو الرجولية ولا فعل لهما. ما أعجب سوق التعجب هذا وأعجب به. بني وطني استمعوا إلي، بني وطني استمعوا إلي، بني وطني استمعوا إلي، فأنا لا أقول لكم إلا الصدق. صحيح أن فعلي التعجب لا يصاغان إلا من فعل، لكن شرط أن يكون فعلا ثلاثيا مجردا مثبتا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم قابلا للتفاوت، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء. هذا صحيح. إذن كيف يقولون للرجل الكريم ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف؟ هذا من شذوذ القول، لأنهم بنوا فعل التعجب من أعطى وأولى وهما رباعياء الأحرف. هذا صحيح. حسناً حسناً، وكيف يقولون للرجل التقي الورع ما أتقى؟ هذا أيضاً من باب الخطأ الشائع، فلقد بنوا فعل التعجب ما أتقى من فعل اتقى وهو خماسي الأحرف، والصواب أن يقولوا ما أشد فقاه.